لحظة لحظة تعرف شرم برم شرم ارميها على السناح والله شمارة سمع عورك سمع عورك انت ارميها على السناح بسم الله خلاص ابشر نرحب بكم مشاهدينا الكرام أجمل ترحيب من ضمن هذه الفعاليات لبطولة فزاع للصيد بالصقور اليوم الرابع لمنافسات العامة بالنسبة للجيرة وختامها مسك لفئة الجير قرموشة سنشهد منافسات قوية في هذا اليوم للعامة ما نسبق الأحداث مشاهدينا الكرام خلنا نشوف نحن وياكم أجواء رسالتنا وردي لكم مرة ثانية خليكم ويانا حمد صباح الخير ابشر بالناموس ابشر بتصلك بتصلك ابشر بالناموس سقع بتصلك ابشر 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 بالناموس صباح الخير صباح الخير وقفنا بعيد عنك جيتنا البارحه انا كل يوم اني ابشر بالناموس سلك ان شاء الله ابشر هذا مره اليوم انا اقول لك انا اصرح بدال حمد كفو والله الشوط الرئيسي خالص باسم الفرسان وين امس كيكه وانا احد اعضاء الفريق وين الكيكه بعطيك الكيكه لا 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 امس جايبين كيكه حتى ما اتصلت حميد تعال عندنا كيك وما ادري شو روحنا معزومين ما عندنا خبر لا 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 ما عندنا خبر ها اليوم ان شاء الله اليوم اي نعم ير نصخ انت ما تبدل النصايد ركضت وراك هلك واقف عيد طاوة هلكت وانا اركض الله يلا اقول لك السؤال حمد شو موضوع الريشه ها اي ريشه الريشه الريشه عندك معلومات انت شو موضوع الريشه لا لا صدق شو موضوع هاي فيها شباب لا 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 قول قول لا 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 طالبينك طلبه تقول عقب عقب الشوط لا طالبك طلبه تقول عقب الشوط ما خبرك لا ابا الحين لا ما اقدر نصرح هنا طالب شقاله زين وميكروفونيه طالع حط ايدك هذا هذا لا 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 ها مدري العشرة ها حطه زين حمد شو موضوع الريشة؟ ماشي ماشي الريشة لا 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 صدق شو موضوع الريشة؟ ماشي ها اي ريشة؟ لا تعرف وانا اعرف اتذكر اتذكر ترجع الذكر والله ناس غير الموضوع هو انه ما يعرف هو انه ما يعرف عقب عقب الشوط ان شاء الله لا وانت الله يعينك انت يلا 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 هو ما يعرف موضوع الريشه المصور مصور عقب بطرش على الواتساب زين سا في طير عندك اسمه عوير يا لك العوار بعد انت عرفت عوير لا شو عوير العوير العوير لا تغير انت العوير لا تغير ها العوير اسمه زين شو موضوعه وانت من الخبر كان عوير عارفه عارفه انا تسربت عندي من هو خبر قلت انا ها تسربت المعلومات تسربت هذا طبعا مو بعوير ايه العوير زين بس الالف عنه والالف والالف انت ايش لهن انت شليت الالف واللام ايه عوير الالف وش هذا انت تقول هذه وشو اسمها اللام ما تعرف لام هي الالف واللام شلهن 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 صارت عوير بس زين انت قلت عوير ايه يعني متين واحد يقول عوير وكان قال عوار الطير العور ولا الريال العور زين شو موضوعه شو موضوع بعد؟ قول لي شو موضوع؟ نبغى نعرف الموضوع. سبوك. طير سبوك وينه؟ إن شاء الله. وين إن شاء الله؟ وين؟ أبو ظبي إن شاء الله. أبو ظبي. إي نعم. والريشة؟ وين سبق الطير هذا عوير؟ بعور عينك، عينك بعورها أنت والمدير وهذا مصور. زين. والريشة؟ الريشة عقب الشارع. لا لا شوف شوف الجمهور كله ينتظر موضوع الريشة. والله سكتنا صرنا الحين الحين انا حفزان وزدتني انت حفوز عقب الشوط عقب الشوط عقب الشوط ايه رايحين اليوم ناخذ الاول اليوم اليوم شو الوضع؟ دخيلك ماشي 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 نسيت المصباح بعد وينه وينه؟ اخذت المصباح نفس مال علي حسين
الامسي الامسي اخذنا من خلت واحد شراته ايه وان شاء الله سيته بعد اليوم الله يعين حضر حضر تعرفه شرم برم شرم ارميها على السناح والله شماره سمع عورك سمع عورك انت ارميها على السناح آه. بسم الله خلاص ابشر خلاص خلاص يقولون السحر هذا والله غربسيني بشكل يقولون هذا السحر لا لا ان شاء الله اليوم ان شاء الله اسمعني ان شاء الله يعني انت ما بتسبق غير بالسحور ما شيء هاي الرعم ما يبغى غير السحر والله والله طيور قوة يبارك هذيلا صقارة طيور طيور عنده ما يحتاج وحتى هذا الطيور بديتك وين متحزمين وين القرموش اللي اليوم وين تعال تشوفه لا تشوفه خلي 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 وين راك بعيد عنك طلع عنك تعال تعال لا ما نصوره ما نصوره لا 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 ما نصوره والله تحارب مره بالطلاق مره لو تطلق حريمك كل الحريم كلهم اعوذ بالله تعوذ من الشيطان زين اسمعني انا واقف هناك مطريه اطالع لها في التلفون وشفتك انت هناك ايه جيت وقفت مره ما وحيت لي ليتك طير انت والله ما حد يسبك يا رب اعوذ بالله قل اعوذ برب الفلق يلا زخرف خرافك شوي خلاص يلا يلا اليوم الناموس فريق الفرسان منتهي وريال مصرح الشوط الرئيسي اليوم حمد بو نواس يقول لكم تحزموا يا عرب الخير اليوم الشوط الرئيسي محسوم لفريق الفرسان ان شاء الله ان شاء الله شو مو تحدى شو صرف عقب الشوط عقب الشوط عقب الشوط عقب الشوط يعني اليوم اي انطلاقه هي اي انطلاقه القرموشه القويه وين 23 انتظروا القرموشه 23 وبندخل فيها السناح اليوم حمد ما ادري شو بدي الشاي السناح بعد ما ادري شو خليك بعيد انت عني خليك بعيد تنين ما التوازى بعد وسياك السناح الله يوفقك اياك ان شاء الله الله يوفقك ويعلى بالك الناموس و والريشه سالف والريشه الريشه الله يغرب الريشه زين وكلوز على عينه ونقفل وياه الانطلاقه المسبحه 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 سوي كذي بالمسبحه راح شله شله عني افا والله لان انت قلت يا بطلعوا يا بطلعوا يا بطلعوا هذيك ها هذا طير لا 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 مو بهي لا 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 مو بهي 23 23 ننتظر انطلاقه 23 هذه مفحام عادي ايه هاي مفحام مفحام اكيد مفحام ها الريشه تحط عليها البيوت اي نعم الله غرب الريشه سيت المشكله دقدق بيوت العالم يا اخي عيب عليك زين والله ما في مشكله ظهرنا العيايز والله ما تقدر تحكم ما تقدر تحكم حمد حمد هي الرجال هذا قمي من هالغربيه رجال بطل وصقار 65 سنه صقار الله يوفقك انا والشيب خليتني مره بعد الشباب بعد شعر اليوم مظهر الاول باخذ الثانيه الحين ب 65 منوبه الله يرضى عليك يا خربت الشغلة أنت يلا مع السلامة مع السلامة غلطانين نحن سوينا معك لقاء يا أخي كيف الحال طيب إيش حالك خير سالم ريال صقار 65 سنة نعم واليوم جاي مستهدف رمز والله ريال كفو طال عمر طاع عينه والله ما شوف يا عينه خلص يا عينه طاع عينه شوف يا عينه رأي تعليق أحمد ما تعرفه صبح عمر شوف يا عينه طال طول عمرك صبح الواحد قبل الشوط وعقب الشوط هناك يجون عند السيارات يتاكل هناك هذا بيموت عند على يد حميد شوف برا عود بالله عود بالله عود بيطيح يعني بيت بتذبح العرب اسمعني نبى الشوط اليوم باذن الله يا اخي انا يا اخوي شوف انا ادخل والله انا اللي ابا منك تقلب فريق الفرسان اسمع بهم هي نعم هي نعم صورني اوب 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 ها فريق الفرسان ها 19 و100 تعال حمد هذا روح له انسان هو هو عمي انت ما تشوف الشاشه ما تشوف الشاشه شوف له الشاشه خلاص زين هو بيغلبك برايه حق له برايه ما عليك زود واحد ابويا حلانا واحد صب قهوه ابوي قهوه مستانس بعدها في طيور حمد برايه زين عندنا علينا كنا يقول هات تحدي عند فلان تحدي هذا 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 يعرف اسرارنا يعرف اسامي الطيور والريشه لازم نحافظ الطيور كلها يا ابو اخبرك السالفه لا والله لا والله لا والله اسمع في واحد ضيع طيره اي نعم ويوم ضيع الطير لحق الريشه طايحه
ضيع بيتك الحرب يعقوب ضيع بيتك. تعرف شو سوى؟ ما خلى بيت في شعبية ما دخلها. تدري ليش؟ ليش؟ أول شيء الطير غالي عند رأيه. ولا يعرف الشغلة هذه إلا الصقار. اللي ما هو بصقار يشوفها. أنت بتسوي شو؟ دبل بعد ها شو بعد؟ دب با با ما دق دق البيبان دخل. بدق تسعة 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 بعد. يفزعوا لي إذا الطير سبوق ياخذ الرمز طول لي عمرك في الأشواط ينومسني ونومس ربعي. شو الله يهديك. اشتر هذا الأول هذا الطير هو يضريه؟ ودها كفو. عليك العام والله. الله يهديك أحمد أنت الطير غالي عند رأيي. غالي غالي تعرف غالي؟ يعني يسوى واحد من عياله. يتحرى الميكروفون ولا كاميرا طير هذا طرت ولا حليت. لحظة لحظة حمد دقيقة دقيقة المنقلة لا 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 أبا أبا شيك شو داخل شو داخل المنقلة لا 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 ما تشيك وي في نارنا اليوم لا تطيح في نارنا الله يرضى عليك أشواطنا نحن إن شاء الله ماخذينها بإذن الله إن شاء الله بالجماعة ناموس وناموسنا إن شاء الله الله يوفق إياك إن شاء الله السر هني داس شيء في المنقلة حمد قاري عليها أبوي ها اتوقع حمد انها انها الشوط حق حمد يا استعقم عمرك شو اي لا بعقمك انت تعال تعال لا لا لحظه هذا التعقيم هذا تعقيم زين هو ما يضر ما يضر والله عقم عمرك انت تعقمت انا تعقمت بادي مذيع مصور مالك سكر سكر كيف تسكر تعب ويش له حمد حمد الناموس فريق الفرسان تميز اليوم بهذا الحضور أمانة تفائلنا خير من الصبح على هذا التميز الشوط الرئيسي صار شوط الفرسان نعم أي شوط رئيسي بدي تشوف اسم الفرسان موجود مرة أقول لهم بويا سحبوا طيوركم حمد ليش تبعد من الرأس هبا قايز توريني في في الرئيسي وإن شاء الله جدا إن شاء الله لمنو تهدي السلامات والناموس على هذا الإنجاز؟ هدي طلب الشيخ أحمد محمد الداعم الداعم لنا طال عمر والرابع أخويانا طال عمر سر نجاح سر نجاح الفرسان هاي ما أقدر أخبرك أحمد كل شيء أنت أحمد عرفت الريش الهرب وعرفت اسم الطير عوير اسمه العوير أنت قلت لي إنه في واحد ينطق كذي عوير بالغلط هذا عندنا واحد من هالبلاد هو في يوم تقول له سر وين ساير قال والله أنا بسير عوير ما يروم سميت عوير ما سميه يا اسم ركبه يطير أخوينا ايه عوير عوير على ناموس دايم وين بعد بنشوف فريق الفرسان حط كاميرا صوبي الكاميرا وين تبغى إن شاء الله كاس رئيس الدولة الله أكبر في الرمز الله أكبر الرئيسي ما يحتاج لعبتي مخبا لعبتي خلاص باي باي ابويا باي باي, باي باي خلاص باي باي كامل. فريق الفرسان يعلن ناموس دايم موفجين يا حمد يلا وياك ان شاء الله شكرا المنافسه حاضره مشاهدينا الكرام لفئه الجير قرموشه من هذا اليوم من فرخ وجرناس خلينا نشوف نحن وياكم النتائج لهذه الاشواط وخط السير كذلك ورديكم مره ثانيه خليكم وياكم